تعالى بعد اذنك نستهل الكلام او نبتديه بماتش النهارده، ماتش زي ما دايما بنقول وبصفه خاصه في الفتره الاخيره اي لقاء للنادي الاهلي محليا غير محليا هو ماتش مهم ولازم نتعامل معاه على هذا الاساس عشان نوصل للي احنا واصلينه ده. حقيقي. ماتش مهم قدام فريق جيد الى حد كبير تحت قياده مدير فني مخضرم حلمي طولان. توقعاتك ايه الماتش النهارده؟ شايف ان كابتن حلمي طولان مثلا ممكن يقفل الماتش او يعني يقفل منطقه نص الملعب ويعتمد بالكامل على الهجمات المرتده ولا مش بالضروره ممكن نشوف جيم مفتوح؟ توقعاتك ايه الماتش النهارده؟ طبعا هو زي ما حضرتك قلت الاهلي في المرحله دي او بشكل عام الموسم ده كل مباراه سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي الاهلي كل مباراه بياخدها خطوه بخطوه ستيب باي ستيب. لازم كل مباراه ويمكن مستر مارسيل كولر مفهم ده للعيبه ان كل مباراه دي بطوله بلعب عليها بركز عليها لازم احقق الانتصار. ويمكن عشان كده الاهلي ماشي بخطه ثابته. يعني انا كنت شايف ان قبل مباراه الوداد طبعا اصعب مرحله للنادي الاهلي هي الثلاث مباريات اللي كانوا قبل النهائي. الحمد لله عدينا مباراتين منهم قصاد انبي وطلاع الجيش فوز مستحق. فالاهلي ماشي بخطه ثابته جدا، الراجل شغال باريحيه بيقدر ان هو يعمل روتيشن بين اللعيبه يريح اللعيبه الاساسيه لمباراه الوداد. فالدنيا ماشيه بشكل كويس جدا. مباراه النهارده طبعا هتبقى مباراه صعبه من ما تقلش صعوبه عن المباراتين اللي فاتوا. يمكن انا شايفها المباراه الاصعب لان فرقه سيراميكا كليوباترا كمان فرقه هجوميه شويه عن انبي وعن طلاع الجيش، عندها عناصر هجوميه قويه، في ميدو جابر، في صلاح محسن، في احمد ياسر ريان، في محمد ابراهيم، فعندها عناصر قويه. صحيح. اعتقد ان حلمي مستر كابتن حلمي طولان في مباراه النهارده يعني كابتن حلمي بيلعب بتوازن شويه، شفناه مع انبي قصاد النادي الاهلي تعب النادي الاهلي كتير خصوصا الموسم اللي فات في مباراه الدور الثاني وكان متقدم على النادي الاهلي قبل ما يرجع علي معلول ويسجل هدفين. فلا كابتن حلمي بيلعب بتوازن الى حد ما، يعني هيلعب بتوازن بس في نفس الوقت هيبقى ليه شكل هجومي، هيحاول يباغت النادي الاهلي بشكل مبكر في البدايه علشان يقدر ان هو يصعب الامور على النادي الاهلي. فده لازم نخلي بالنا منه. طبعا يعني هو هيلعب ب 4 2 3 1 اعتقد وهيلعب بشكل هجومي شويه زي المباراه شفنا سيراميكا كليوباترا في المباراه الاخيره قصاد فيوتشر خسر 1-0 اي نعم، لكن كان ليه محاولات كتير لعب بشكل هجومي. فاعتقد ده اللي هيبدا بيه النهارده قصاد النادي الاهلي.